جميع الموسيقى واللغات بالعالم هي ملكي، مش أنا ملكها. أنا معكم أكثر ما أنتم متصورين، بس أنا كمان إلي حق أسأل ليش لما الدولار صار 12,000 ما عم شوف حدا على الطريق. بكرة كل اللي عم تشوف فيهم هلأ ضد الزعماء، أول انتخابات بينتخبوا مين مكان إذا بيخليه بس يأزز بالكون. وصدقوني صدقوني، الزعماء اللي عنا بيستعدين يدمروا البلد إذا بتدقينهم بمصلحة واحدة من مصالحهم. خلص بقى، خلص البلد، خلص انتهى.